اهلا وسهلا، فيديو جديد وشهيوة جديدة. الفول مشرمل على طريقتي. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم وفرجة ممتعة. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا كيلو ديال الفول اللي مغسول مزيان ومنقي على هذا الشكل، وحليته من هنا، يعني فلحته بحال هكذا بالموس. يعني يا اما تفلحوه الفوله بحال هكذا، يا اما تحيدوا ليها هاد الضفير هذا، نتوما واللي بغيتو. كيف ما كتشوف، كيما قلت لكم مغسول مزيان ومنقي. بالنسبه للعطريه اللي غادي تمشي مع هاد الفول هذا، عندي هنا واحد الحبه ديال المطيشه اللي محكوكه، ضرس كبير ديال الثومه اولا جوج متوسطين، غادي نديروهم على الفول ديالنا. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه السودانيه، راس معلقه صغيره ديال الكمون، ومن طبيعه الحال شويه الملحه. الملحه كيف ما كنقولوا على حسب الذوق. القزبور، القزبور انا عندي القزبور في الفريغو، غادي ندير واحد جوج معلقات كبار ديال القزبور، وزيت الزيتون واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. نردو الخليط ديالنا كامل اللي تشحر فوق البوطه، وهانتوما معايا. كيف ما قلت لكم رديت الفول ديالي على نار اللي مهيله صافي، ونحركو بحال هكذا ونبدا نشحر فيه، نخليه يتشحر مزيان مزيان، تدخل مع هاد العطريه هادي وديك التويمه وداك الشيء. يعني ملي نحس ديك العطريه تقلات مزيان وتشحرات كيف ما قلت لكم، عاد نغطيه بالماء. والماء من طبيعه الحال عندكم ميزانكم، ماشي يكون كثير بزاف وماشي يكون قليل، يعني وكيف ما قلت لكم البوطه تكون مهيله باش يطيب على راحته. صافي نبقى نحرك بحال هكا تيتشحر معايا مزيان، ونطلقوا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ها هو كيتشحر. دابا غادي نضيف عليه واحد معلقه صغيره ديال التحميره اولا ديال البابريكا، ونحرك. صافي نخليها حتى تشحر معايا مزيان مزيان، وهانتوما معايا. بعد ما تشحرت معايا الطاوة ديالي بحال هكا مزيان، داك الفول تشحر مزيان فات ليه العطريه بحال هكا، دابا ان شاء الله غادي نضيف عليه واحد الكاس كبير ديال الماء كيف ما قلت لكم اللي غادي يتغطى به. المهم ما تكثروش بزاف، ديروا عندكم ميزانكم وعلى القياس ديال الفول اللي عندكم باش ما يجيكمش ميه. صافي انا بحال هكا كما تكون درت ليه كاس كبير، غادي نسد عليه واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه على الاكثر، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. ورجعت لكم من جديد من بعد ما طاب معايا الفول، نحلو عليه ونشوفو. وهاي نلع على الفول، شوف تبارك الله كيفاش كيجي خاتر ومغمر. نبقاو ان شاء الله مع الطبق النهائي. وهذا يا لاله هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي مضغمر بزاف وكيجي لذيذ، مرقه ديالته خاطره ومعلك. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من اللايك، وشكرا على المتابعه.